مرحبا. اكتشف علماء قبالة سواحل أستراليا أكبر نبات معروف على وجه الأرض، وتبين أنه عبارة عن عشبة بحرية بتشكل نبات واحد، وبعد الاستعانة بالاختبارات الجينية. وهالاكتشاف حسب التقارير صار بالصدفة. منتبه شوف كيف عم يكون الطقس، عم توالي درجات الحرارة انخفاضة لتصير حول معدلاتها وأدنى بقليل، وعم يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسادمي بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة. الرياح غربية للشمالية غربية معتدلة عم تنشط أحيانا وتوصل سرعتها ل 30 كم بالساعة، أما الرطوبة عم تراوح بين 55 وال 85%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة الماء 26 درجة. منتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون صحو ومشمس، عم تسجل عليا 32 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء مشمسة بسويدا، وعم تسجل عليا 30 درجة. أما بدرعا عم تراوح بين 17 و 33 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل العليا 28 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص عم يكون طقس غائم جزئيا، وعم تسجل الصغرى 16 درجة. أما بحما عم يكون مشمس وعم تتراوح بين 17 و 34 درجة. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم يكون طقس غائم جزئيا، وباللاذقية عم تتراوح بين 20 و 26 درجة، أما بلواء اسكندرون فعم تسجل عليا 26 درجة. الأجواء بالمنطقة الشمالية مشمسة، بإدلب وحلب عم تسجل عليا بإدلب 30 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 19 و 33 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية عم يكون طقس سديمي بالرقة، وعم تسجل عليا 35 درجة، والأجواء مكافئة سديمي بالحسكة، وعم تتراوح الحرارة بين 22 و 38 درجة. بدير الزور عم تسجل الصغرى 23 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.